الانفلات الأمني الممنهج وانتهاك السيادة اليمنية وعزوف حكومة الوفاق عن الاهتمام برعاياها وعدم القيام بواجباتها الدستورية والقانونية، محاور المؤتمر الصحفي الذي أقامه حزب تنظيم الإحرار اليمني وكتلته بمجلس النواب. تمنينا أن السلطة، سلطة التغيير، تكون سلطة حقيقية، سلطة تتحمل كامل المسؤولية، ولكن للأسف خاب ظننا فيها. لم تستطيع السلطة الحالية الاحتكام إلى العقل، وإنما ساعدت إلى الكثير من النزاعات، ولم تستطيع سلطتنا الحالية بسط نفوذها على جميع أجزاء الجمهورية اليمنية. المؤتمر الصحفي دعا القوى والأطراف المتناحرة في محافظة صعدة إلى الوقف الفوري لإطلاق نار وإيقاف نزيف الدم اليمني والعمل على ترسيخ مبادئ التعايش السلمي بين أطياف المجتمع كافة. احنا حابين يكون صلح ما بين المتخاصمين في دمشق وفي محافظة صعدة، وحابين انه كلهم احنا كلنا أخوة وكلنا مسلمين، مش حابين يكون فيكم صراعات واحنا يعني بنعاني، وكمان ايضا المغتربين بيعانوا، احنا عندنا مشكلات سياسيه واسعه. كفانا. حزب الاحرار كشف انه يستعد لحشد مسيره سلام شعبيه من مختلف المكونات السياسيه والدينيه، ستنطلق من جميع محافظات الجمهوريه وستحط رحالها في اماكن الصراع بصعده في حال استمرت المواجهات بين الحوثيين والسلفيين. رسالتنا إلى الحكومة وإلى الشعب بأن على الحكومة أن تقوم بمسؤولياتها تجاه المغتربين اليمنيين، فنحن غير راضون عن السكوت. المؤتمر صدر عنه بيان أدان فيه كافة أشكال التعبية الطائفية والمذهبية ضد بعضها البعض، وصمت حكومة الوفاق والمنظمات الحقوقية والإنسانية عن كافة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن اليمني. فارس الصريحي، اليمن اليوم، صنعاء.